يكون من مصر الجنة إن شاء الله. وداك الإنسان اللي توفى راه كما قلت قبل هذاك راه صديق العمر وصديق عزيز من الصغر وكيعمل معاملة الصداقة هذاك السيد. وبالنسبة للناس كامل اللي كيعرفوه راه إنسان ظريف ما عندوش هو داك التعقيدات الحياة ولا هذا، واخا تكون كما كانت هو في مرض، كان مرض خايب كان كيعاني وما عندوش المشكل، ما كانش كيعيش المشكل نهائيا. كتجي تسولو كيقول لك أنا بخير الحمد لله، ورا في عناية مركزة دوزها وخرج ويعني في حالة غراف، حنا كنعرفوها غراف، ولكن هو كنقول واش ما كيضرك والو؟ لا ما كيضرني حتى شي حاجة، ما كضرني والو. هو كان كيتحمل داك الشيء في الداخل، وحنا متعلم عارفين فيه من شحال هذه كان لا كانت شي معاناة كما كانت، لا مادية لا معنوية لا في الخدمة ديالو، كيقاسر راسو ما كيدخل حتى شي واحد، ما كانش كيعاني راسو حتى كيفكها له ربي. هو كان سبحان الله كان كانت الامور كتيسر له سبحان الله الحمد لله. ترى انت شتي دابا راه شنقول لك الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه. حقيقة ماشي انا اللي تحرمت منه، تحرم منه بزاف الناس، لان كان واحد الانسان كيدخل واحد الجو ديال المراح وديال الطيبوبه، وهذا كان كيدخل واحد كيغير واحد الجو. انا حضرت له بزاف لان اصدقاء ديالو اصدقاء ديالي، لان بقوت اللي كان كيعيش معنا كيعيشنا كاصدقاء، حتى اصدقاء وحنا اصدقاء كنا نجلسوا معاهم نقولوا اي حاجه، نهضروا معاه باي حاجه، كنا كنهضروا باي طريقه اللي ما تصورلكش مع البال ديالك في كنوصلوا معاه البلافو اللي كنوصلوا معاه في الهضره. يعني قدر من صاحبي ما نقدرش نقولوا ديك الهضره، ولكن هو نقولها له لان عارف هو غيعطيك البلوس من الموان في ديك الحاجه، كيعطيك بانك ها لي زانكونفينيون ها لي زامونتاج ديك الحاجه، ودبر راسك انت خذ الطريق وانا غندافع عليك في ليزام كونفينيون ليزا. وقال لك انا غندافع عليك فكريا وغندافع عليك بزاف الحوايج. هذا هو كان الله يرحمه الصديق ماشي اب، الله يرحمه ويوسع عليه هذا النهار هذا، والله يثبت اللسان ديالو عند السؤال، والله يعطيه الجنه. لان ذاك السيد راه يستحق، ما عاش الحياه. ما نقولكش ظلماتو الدنيا، لان انا قلت الماضي غندخلو شي حاجه، ولكن تظلم ما عاش الحياه ديالو كما كان خصو، كما كنبغي كان كيشوفها. الله يرحمه الله يرحم جميع المسلمين وجميع الاخوه. الله يرحمه. هو في الصراحه ما كانش بحال جدي، وهذا هو كان بلاصه بابا، وكان ديما كيحاول يزرع لنا في العائله الضحكه على وجوهنا. كان هو بزاف هو اللي كان كيقضي جمعنا وكيدير كلشي، كان ديما كيديني معاه في اي بلاصه. بحال دابا اللي مشى للمسرح هكا كان كيوجد بزاف العروض المسرحيه، كان واحد عنده واحد القيمه كبيره بزاف عندنا في العائله في الحي ديالنا، وفي اي بلاصه كيمشي كيزرع واحد الفرحه في ديك البلاصه. و الا كان هاد الموت هذا هو اللي هنا من داك المرض اللي كان فيه، ورحمه يا رب توسع عليه وتكون كون اهل الجنه ان شاء الله. شنو كانت اخر وصيه للجد ديالك؟ كان انه ان شاء الله في راسي ونقرا مزيان، كان بحالي عالم على راسي انه يكون هكاك، حيت اخر كلمه قال لي هي قرا مزيان وسير وكمل في طريقك وسير صافي. هادشي اللي كان كاين.